أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا اجتهد عالم وقال في مسألة فقهية بما لم يقله أحد من السلف، هل يجوز تقليده في ذلك؟ حسب الدليل يا أخي، إذا كان معه دليل نعم يؤخذ بقول، أما إذا كان ما معه دليل فلا. حتى السلف إذا لم يكن مع القائل دليل يترك، المدار على الدليل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.